وزير وزارة الدين تيوقف تسومالي لان الشيخ عبد الرساق حسين الباني وحرونت وزارة الدين تيوقف تكلها اللي ورباينتا ايا كودا واقعيو شاقين مالينتا برية وخميسة اي تاعي كودا بيشا براكايسان يا رمضان وحنو قودهان با وزيركو شعوب تيسلامكا يا شعبك سومالي لان باوهن بليهي عرشادة بيشا براكايسان يا رمضان وزيركو ومروها يا رمكا لكها اللي ينوحا يوري هاو اهبي خميسة وحا انو بلابمي oo inoo bilatay bishii barakeysnayd Ramadaan oo aynu sugeynay waxaanu soo dhameysanay bishii Shacbaan oo sodonkii inoo dhameystirmay marka caawa waxaanu bilaabmayaa bishii Ramadaan waxaan marka halkan marka ugu horeysa tahniyad uga dirayaa dhamaan شعب كرير سومالي لان حكومة دي شعبة أوجوه الرئيوم مدحونا قرنكا جمهورية سومالي لان إن هي مدحونا كحجينكا يردمان كلاياش شكل الدوان قرن كلية هاي هي شعب كا إن طبعا وحنا لكم قد تهنيدين يا سوقلتان كا بيش رمضان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مركبيش واحد على طو oo aan ugu bishaareen jiray aan saxaabadii iyo dadkii waqtiga la noolaa ataakum ramadaan shahrun mubaarak baan nabi goon jiray waxay idii yimi bishii ramadaan oo ah bil barakeysan faradallahu alayhi azza wa jal alaykum siyama ilaahayna wuxuu idinku faraleelay inaad soontaan tuftaxu fihi abwaabu samaa الباب هذا السمدة هي الفراء وتغلق فيه أبواب الجحيم الباب هذا النار جحيمنا هو الحراء وتغل فيه مردة الشياطين شياطين تا حنحنا والحراء وشياطين تا وين لله فيه الليلة إلهي سبحانه وتعالى وحقو بس رمضان إبركيسان ودحدغي والله وغيي هي حبين خير من ألف شهر كن بلودك خير بدن شهر من حرم خيرها فقد حرم وبل قفكي خير كذا لقى قديو كاسون نقول يا قف محرومة أو قطن وإلهي رحمتي سكا قطن سدا أوجد بين عاو هل كان وحنو صفر السنتين إن آنو een idin tahniyadeyno dhamaan umada oo dhan umada muslimiinta caam ahaan umada reer Soomaaliland gaar ahaan een bisha Ramadaan ay ino bilatay oo aynu muddo dheer sugeynay oo ah bishii magfirada iyo dambi dhaafka oo ah bishii waxa weey quraanka soo degay bishii sabirka bishii waxa weeyaan een ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naarta ka xoreen jiray umada muslimiinta ah ee bishan oo kale ka faa'iideysata marka waxa leeyahay maadaama ay soonku ka mid yahay bishan la sooma arkaantii iyo tiirarkii islaamka mid ka mid ah waxaan faraynaa dhamaan muslimiinta oo dhan een wixii codkaygu gaaro in ay u diyaar garoobaan إن أي صومان واجبك إلهي أي قتان سلمر كان عباداتك كلا دوان بيشان أي لا دهاي أي نكفى أي دي سنو أو أي كو كتا هاي صومك إيو قيام رمضان كما تراويح ده إيو قرآن كأخر سكيسة ما دام دمان ديمها أو دمي أي سود دقين بيشان أو كم دي أي كتاب كان القرآن كه إلى هاي سبحانه وتعالى هو مضن كسود الشيء وسود الشيء الله سبحانه وتعالى إن قرآن كسود بيشان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشي رمضان القرآن كسود دي مركان النبي عليه الصلاة والسلام وحقو قرآن ك كد الأخرين شري ترى والله بشر بيشن بركيسن ملك جبريل
مركها تاسو حتو سنة سنه عليه الصلاة والسلام قرآنك سيدا او أهمية دا او سين شراي اسلام مركان او صحابة دا او قبابين شراي وحكالو او انو بشان الحمد لله وبالقبو يدو الروب كي رحمات كي نود صوب يغانتاي أحمد سيدي ترسي وركا لانتافكا سوماليكا سي بي تي في هرقيسان.